دشن منتدى المدينة الثقافي الاجتماعي للتنمية في مدينة تعز ندوة نقاشية حول الوحدة اليمنية في ظل التغيرات القائمة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. أشاد وكيل أول لمحافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي إلى نوعية المنتدى في إيجاد روح التنافس لنشر الثقافة في أوساط المجتمع، فتعز وأبنائها يبرعون بهذا الجانب، فهي عاصمة الثقافة والإبداع عبر العصور. حقيقة نخبة من أبناء تعز يتواجدون في هذه الندوة وفي هذه الفعالية التي هي عبارة عن إشهار لمنتدى ثقافي نوعي ربما فريد بنوعه من خلال الشخصيات التي تدير هذا المنتدى. جاء ذلك في حفل إشهار منتدى المدينة الثقافي الاجتماعي للتنمية، وذلك بهدف تعزيز الوعي وتجسيد الشراكة مع إعلاء القيم والارتقاء بالمعرفة. حفل تدشين وندوة حفل تدشين منتدى المدينة الثقافي يعني الاجتماعي للتنمية، وهدف يعني النشاط انه الترتيب الوحدة وانها يعني جسر يعني الانقاذ لهذا الوطن. وقد اقيمت خلال الاحتفال ندوة بمناسبة احتفالة الشعب اليمني بالذكرى 34 للوحدة اليمنية، وتمحورت حول الحاضر والمستقبل للوحدة اليمنية. نحتفل بإشهار منتدى المدينة بمناسبة العيد 34 لعيد الوحدة الوطنية. هذا العيد الذي كان يعني عالم من الفرحة لليمنيين وعالم تجديد وعالم حياة لكل اليمنيين، اليوم نحن نقول أننا في عيد الوحدة، في عيد 34 للوحدة اليمنية ندشن ونقيم حفلنا، حفل الإشهار لهذا المنتدى الثقافي. هذا المنتدى الذي يعتبر مركز تنوير لمحافظة تعز، تعز المدينة، تعز الثقافة، تعز الحياة. محافظة تعز في حدث مميز بإشهار منتدى المدينة. هذا المنتدى يهتم بالعالم الثقافي والاجتماعي وأيضا التنمية، فكان أولى منتدياتها عن الوحدة اليمنية بمناسبة الذكرى 34 للوحدة اليمنية. نعيم خالد لقناة عدن فضائية تعز.